Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, hadha yatasaal ma shaykhana, Sheikh Sa'id, hafadhallah ta'ala, yata'alak bi amura libasa mar'a wa kathalika amura al-i'tiqad wa a kalima hawla aw nasiha hawla ad-dawra al-miyya fi nawaqid al-islam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ حياك الله وبياك. الله يحييك، تقبل الله منه ومنكم. تقبل الله طاعتكم، تقبل الله. آمين آمين. شيخ لا تكون مشغول. أبدا سلام. جزاك الله خيرا شيخ. السؤال الأول. نعم. هل يجوز للمرأة أن تلبس عباية منقط أو خمار تصميم وهل تغطي حذاءها مع عباية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن المرأة مأمورة بالحجاب وبستر جميع بدنها عن الرجال بما لا زينة فيه. أما هذه العبايات المخططة والمنقطة المرقشة والمنقوشة وكذلك الخمر، خمر النساء التي يغطين بهن الرؤوس المنقشة والمخططة، فهذه لا تجوز. هذه في الحقيقة داعية للفتنة وداعية للنظر وجالبة لأنظار الرجال، وهي منهية عن ذلك إذا خرجت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجن تحيلات. نعم جزاك الله خيرا شيخ.